بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة التعليم الفن الصناعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. حلقتنا النهاردة مخصصة لطلبة الصف الثالث تريكو آلي. خلاص كبرنا وصلنا للدبلوم، وفي مواد كانت مستمرة معانا من سنة تانية مكملة معانا إن شاء الله في سنة تالتة. عملنا حلقة إسرائيلية قبل كده واتعرضنا فيها على كل المواد اللي احنا هندرسها السنة دي. هنبدأها النهاردة إن شاء الله بأصعب مادة بالنسبة لكم، هي مادة المقايسات. مادة المقايسات هي مش صعبة والله، هي مادة سهلة جدا وبسيطة، لكن محتاجة بس شوية تركيز وفهم، محتاجة مهارة إن أنت تشغلي بس الدماغ شوية. ركزي وابدأي حددي الهدف بتاعك إيه عشان تقدري توصلي له، دي أهم حاجة في المقايسات. طب هو يعني إيه معنى كلمة مقايسة؟ معنى كلمة مقايسة إن إحنا بنحدد فيها تكلفة وثمن بيع المنتج بعد إضافة ربح، ده هو المشم أو الشامل بتاع المقايسة أو آخر حاجة أنا بوصل لها. بوصل لها إزاي؟ بوصل لها بعدة مراحل لازم أمر بيها. إحنا عندنا السنة دي أكتر من باب زي ما إحنا اتفقنا قبل كده، قلنا إن إحنا عندنا 4 أبواب. هنبدأ النهاردة بباب سهل جدا اللي هو باب إيجاد المجهول. إيه إيجاد المجهول ده؟ أنا عندي فيه 5 مجاهيل، عندي نمرة المكنة، عندي طول الغرزة، عندي عدد اسطر السنتي، وعندي طول، وعندي عرض. دول ال5 مجاهيل بتوعي. كل مره هتلاقي نفسك في مساله بتجيبي مجهول منهم. لا بس الميزه فيهم بقى ان الخمسه مرتبطين ببعض. ازاي الخمسه مرتبطين ببعض؟ لان ليهم نفس القوانين بتاعتنا. هو قانون اعداد الابر الشغاله، طول الخيط لسطر واحد، وطول الخيط لقطعه، طول الخيط لعدد اسطر سنتي، طول الخيط للقطعه كلها بالسنتي، وكمان الوزن. هي نفس القوانين، بستخدمها في المجهول الاول، استخدمها في المجهول الثاني، استخدمها في المجهول الثالث. يبقى انا لازم اكون حافظه القوانين دي كويس جدا عشان اقدر اعوض بيها واشوف ايه المجهول بتاعي اللي اقدر اتكلم عنه. طيب عايزين برضو ناخد فكره قبل ما نبدا في الباب الاول اللي هو ايجاد المجهول بتاعتي، اللي هو دراسه الوزن بتاعي بطرق مختلفه. عايزه اخد مراجعه سريعه على اللي احنا خدناه في سنه تانية، لانه مرتبط معايا في سنه ثالثه. هو احنا خدنا في سنة تانية ايه؟ حد يفكرني كده يا شباب. خدنا تراكم الخيوط، درسنا قطن، حرير، كتان، صوف، ازاي نجيب له نمرة، ازاي نجيب له وزن، ازاي نجيب له طول. خدنا كمان النمر المعادلة لو انا عندي خيط وعايز اعمل له عملية معادلة. خدنا ناتج التطبيق لو انا عندي خيط ومطبق اجيب نمرته ازاي. وخدنا اخر حاجة ايجاد الطول اللي احنا يعتبر بنبدأ بيه النهاردة. طيب نبص كده مع بعض ونشوف بداية منهجنا. ادي اول حاجة عندي الباب الاول، دراسة الأساليب المختلفة لإيجاد أوزان الخامات. دراسة التكاليف المختلفة لإيجاد أوزان الخامات اللي هي بالنسبة لنا بنسميه إيه؟ إيجاد المجهول. إيه هي بقى إيجاد المجهول عندي؟ إيه هما كام مجهول؟ إحنا اتفقنا إن هما كام مجهول؟ اتفقنا إن هما 5. أول واحد عندي هو إيجاد نمرة الماكينة. إيجاد نمرة الماكينة بيطلق عليها اسم نمرة مكنة، جوج، وعدة، التلاتة بمعنى واحد. المجهول التاني إيجاد طول الغرزة. إيجاد طول الغرزة، يبقى المجهول الأولاني كان إيجاد نمرة المكنة، المجهول التاني إيجاد طول الغرزة. طيب إحنا اتفقنا إن هما 5، التلاتة دي رقم 3. إيجاد عرض القماش. إيجاد عرض القماش رقم 4. إيجاد عدد سطور الوحدة. إيجاد عدد سطور الوحدة. ورقم 5 ايجاد طول القماش. يبقى هم دول ال5 مجاهيل بتوعي اللي انا ببدأ بيهم الباب الاول، او الخمسة اللي بيشمل عنهم الباب الاول. طب هنا في مسألة ممكن يجي لي فيها الخمسة دول مرة واحدة؟ لا طبعا، واحنا عارفين ان المسألة لازم يكون فيها مجهول واحد، مجهول واحد بس هو اللي انا اقدر اشتغل عليه. مفيش حاجة اسمها مسألة يجي لي فيها اكتر من مجهول. طيب هنشوف مع بعض بقى القوانين بتاعتنا. ده أول قانون عندي هو قانون عدد الإبر الشغالة. عدد الإبر الشغالة اللي هو بيساوي العرض بالسنتي، وناخد بالنا كويس جدا إن العرض بالسنتي ده هو المقصود بيه العرض على الماكينة وليس عرض مجهز. طب وإيه الفرق ما بين الاتنين يا ميس؟ أه طبعا في فرق. العرض على المكنة يعني والمكنة مشدودة، القماشة مشدودة عندي، لكن عرض مجهز يعني ده نزل على الأرض وبقى ليه نسبة انكماش. في 2/5 عشان احول السنتي ده الى بوصة، وبضرب في الجوج اللي هي نمرة المكنة او العدة في عدد الاوجه اذا كانت وجه واحد او الوجهين،
ولازم يعرفني وانا بحل المساله اذا كانت هتبقى وجه واحد ولا وجهين. طب اعرفها منين؟ لو هو ما قاليش يبقى حسب نوع القماشه، يبقى هو لو ما قاليش عدد الاوجه يبقى اكيد هيقول لي نوع القماشه. طب ايه هي انواع القماشه عندنا؟ احنا عندنا الجيرسيه وجه واحد الا اذا هو قال جيرسيه وجهين، وعندي بعد كده بقيه انواع الاقمشه بتبقى من الوجهين. طيب عندي القانون الثاني هو طول الخيط لسطر واحد. طول الخيط لسطر واحد اللي هو العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الاوجه، وزودنا هنا طول الغرزه، يبقى احنا هنا زودنا طول الغرزه اللي هو الفرق ما بين قانون عدد الابر الشغاله وقانون طول الخيط لسطر واحد. طيب نكمل مع بعض وناخد القانون الثالث. القانون الثالث بيقول لي طول الخيط لارتفاع 1 سنتي، يعني 1 سنتي من القماش ازاي اجيب له طول الخيط؟ هجيب له طول الخيط ازاي؟ عن طريق العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه. طب ما هو ده اللي احنا خدناه كله قبل كده. لا، ده احنا هنضيف له كمان ايه؟ عدد اسطر السنتي، لان انا بجيب طول الخيط لارتفاع 1 سنتي يبقى بضيف عدد اسطر السنتي. يبقى العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه، وضفنا له عدد اسطر السنتي. القانون اللي جاي بعد كده هو قانون طول الخيط للقطعه كلها، ولكن بايه؟ بالمتر. بيقول لي ايه القانون ده؟ العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي في الارتفاع بالسنتي. ايه الارتفاع بالسنتي ده؟ اللي هو طول القماشه. طول القماشه عندي يقول لي طول القماش بالسنتي، هحطه زي ما هو. طب ولو قال لي بالمتر؟ هحول من متر الى سنتي، يبقى بضرب في 100. كل ده مقسوم على 100 عشان انا عايزاه بالمتر. يبقى تاني قانون طول الخيط للقطعه كلها بالمتر بيساوي العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي في الارتفاع بالسنتي او طول القماش بالسنتي. كل ده مقسوم على 100 عشان انا عايزاه بالمتر. طيب ولو هو كان عايزه بالياردة كنت عملت ايه؟ سهلة قوي، كنت حولت المتر الياردة، كنت ضربت في 35/32. طيب القانون اللي جاي بعد كده قانون الوزن بالرطل. ادي قانون الوزن بالرطل بيقول لي ايه؟ العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي في طول القماش بالسنتي او الارتفاع بالسنتي على 100 في 35/32 عشان انا حولته دلوقتي الياردة، وتحت السطول الثابت ونمره الخيط. وناخد بالنا من كلمه السطول الثابت دي، هنعمل لها مراجعه دلوقتي، لان انا طول الثابت لكل خامه مختلفه عن الثانيه. يبقى احنا كده خدنا كم قانون؟ خدنا 5 قوانين. ايه هم ال5 قوانين؟ خدنا قانون عدد الابر الشغاله، قانون طول الخيط لسطر واحد، قانون طول الخيط لارتفاع 1 سنتي، قانون طول الخيط للقطعه كلها، وقانون الوزن بالرطل. القانون ده مهم جدا لان هو اللي مستمر معايا. خدت 5 قوانين وقلت كمان عندي 5 مجاهيل. ايه هم ال5 مجاهيل؟ نمره المكنه وطول الغرزه والعرض بالسنتي وعدد اسطر الوحده وطول القماش بالسنتي. 5 مجاهيل و5 قوانين. لازم كل مسألة هيبقى فيها مجهول واحد واستخدم لها قانون واحد. مفيش حاجة اسمها مسألة يبقى فيها أكتر من مجهول أو استخدم لها أكتر من قانون. يبقى كل مسألة ليها مجهول وليها قانون. وهنبدأ بنمرة الماكينة، اللي هي أول حاجة إيجاد نمرة الماكينة. بس قبل ما أبدأ بنمرة الماكينة عايزة أفكركم بحاجات كده كنا خدناها قبل كده. عندي أول حاجة تمرين واحد. تمرين واحد ده بيقول لي ايه؟ مصنع تريكو. المصنع ده فيه ايه؟ قطعة قماش عرضها 60 سنتي، العرض بالسنتي 60، على ماكينة مستطيلة جيرسي. هو قال لي هنا جيرسي، عرفت انا على طول بدل ما قاليش انها من الوجهين يبقى جيرسي وجه واحد. وعدد الابر الشغالة 240 ابرة، وطالب مني ايجاد نمرة الماكينة. يبقى اول حاجة هحط قانون عدد الابر الشغاله بيساوي العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الاوجه. طيب هشيل عدد الابر الشغاله واحط كام؟ هحط 240 ابره. هحط
240 ابره. شلت العرض وحطيته في 2 على 5، وقلت ان العده دي هي اللي انا محتاجاها، اللي هي الزوج بتاعي في 1، اللي هي عدد الاوجه بتاعتي اللي احنا قلنا جرسيه يبقى 1. طلعت العده في طرف. ليه طلعت العده في طرف؟ لان العده دي هي اللي انا عايزاها، اللي هي الزوج، اللي هي نمره الماكينه. وعملت طرفين في وسطين. يعني ايه طرفين في وسطين؟ ضربت ال 240 في 5 وقسمت تحت على 60 في 2 في 1. دي اسمها معادله الكامل على الناقص. ايه الكامل على الناقص؟ الطرف اللي ما فيهوش مجهول هو اللي بيبقى فوق، والطرف اللي فيه المجهول هو اللي بيبقى تحت. وهتطلع لي 10 انجليزي، يبقى العده هنا 10 انجليزي. تمام؟ طيب نكمل. وهناخد تمرين رقم 2. طب احنا هنا ليه محددين الارقام؟ علشان خاطر نبقى واخدين بالنا قوي ان انا لو حبيت ارجع للكتاب يبقى قدامي رقم التمرين عشان ابدا اشتغل عليه. يبقى احنا خدنا هنا اول حاجه، قلت الباب الاول فيه 5 مجاهيل. ايه هم الخمس مجاهيل؟ ايجاد نمره الماكينه، ايجاد طول الغرزه، وايجاد ايوه عدد الاسطر، وايجاد طول القماش، وايجاد العرض. دول الخمس مجاهيل بتوعي. وقلت عندي 5 قوانين، قانون لعدد الابر الشغاله، وقانون ايه تاني؟ ايوه طول الخيط لسطر واحد اللي انا بضيف فيه طول الغرزه، عندي قانون طول الخيط لارتفاع 1 سنتي اللي انا بضيف فيه عدد اسطر السنتي، عندي قانون طول الخيط للقطعه كلها اللي انا بضيف فيه طول القطعه، وعندي كمان حاجه مهمه قوي اللي هو قانون الوزن. قانون الوزن ده انا لازم اقسمه على 100 عشان يبقى بالمتر، اضرب في 35 على 32 عشان احول المتر الى ياردة، وبضيف كمان بعض الحاجات. ايه هي بعض الحاجات اللي انا بضيفها؟ ايوه بضيف، ايوه ها معايا، بجيب نمره الخيط والطول الثابت. وناخد بالنا قوي من كلمه الطول الثابت، لان انا عندي اطوال ثابته للخامات. ايه هي الاطوال الثابته؟ انا عندي القطن، الحرير، الفبران، الفسكوز. الطول الثابت بتاعه 840 يارد. طول الثابت 840 يارد، عشان لما اجي استخدم قانون الوزن ابقى عارفه انهي طول اللي انا هستخدمه. يبقى قطن، حرير، فبران، فسكوز، الطول الثابت بتاعه هيكون 840 يارد. دي حاجه احنا واخدينها من سنه تانية. طيب واخدين كمان حاجه اسمها ايه؟ ايوه جدول الاوزان. ايه جدول الاوزان بتاعي؟ بيقول لي ان الواحد رطل يساوي 7000 جرين. الواحد رطل يساوي 7000 جرين. الواحد رطل يساوي 16 اوقيه. الواحد رطل يساوي 16 اوقيه. عندي كمان الواحد رطل يساوي 256 ديرام بالدال، 256 ديرام. عندي كمان الواحد رطل يساوي 453.6 جرام بالجيم. دي اسمها جدول الموازين. جدول الموازين ده يا شباب احنا واخدينه من سنه تانية، ورغم عن ذلك لو فتحنا كتاب سنه ثالثه هلاقيه اول صفحه عندي. ليه؟ بيفكرني بالارقام. يبقى تاني، القطن، الحرير، الفبران، الفسكوز، الطول الثابت بتاعه 840 يارد. الكتان الطول الثابت بتاعه 300 يارد. الصوف في منه نوعين، وولن وورستد. الوولن 256 والورستد 560. كل ده باليارد. عندنا جدول الموازين، وقلنا ان الواحد رطل فيها بيساوي 7000 جرين، الواحد رطل 16 أوقية، الواحد رطل 256 درام و453.6 جرام. خدنا عندنا كمان اللي احنا واخدينه في سنه ثانيه وواخدينه جدول الاطوال، ان انا عندي الواحد متر تمام في 100 سنتي، الواحد كيلو متر في 1000 متر. واخدين كمان ان احنا لما بنحول من متر لياردة بضرب في 35 على 32. طيب نكمل مع بعض كده التمرين بتاعنا رقم 2 صفحة 11. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انتج مصنع تريكو قطعة قماش عرضها 50 سنتي على ماكينة مستطيلة جيرسي. هو هنا قال لي نوع القماشة بتاعتي هتكون جيرسي، بس حدد لي، قال لي هنا ان الجيرسي من الوجهين. عدد الابر الشغالة 320 ابرة. عدد الابر الشغاله 320 ابره، وطالب مني ايجاد نمره الماكينه. ايجاد نمره الماكينه. يبقى تاني تمرين 2 بيقول لي انتج مصنع تريكو قطعه قماش عرضها 50 سنتي
على ماكينة مستطيلة جرسي، واحنا اتفقنا ان الجرسي بيبقى وجه واحد الا اذا هو قال لي حاجة تانية. هنا الجرسي قال لي من الوجهين، يبقى الجرسي من الوجهين. عدد الابر الشغالة 320 ابرة، والمطلوب ايجاد نمرة الماكينة. نكمل مع بعض. طيب هو ايه المعلومة اللي عندي اللي انا اقدر ليها قانون انا حافظاه؟ هو قانون عدد الابر الشغالة. يبقى عدد الابر الشغالة بتساوي العرض بالسنتي في 2/5 في الجوش في عدد الاوجه. يبقى انا لازم عشان اجي احل المسألة لازم اشوف ايه المعلومة اللي عندي عشان يبقى ليه قانون. قال لي هنا عدد الابر، فاستخدمت قانون عدد الابر اللي هو بيقول لي عدد الابر الشغالة بتساوي العرض بالسنتي في 2/5 في العدة في عدد الاوجه. هشيل هنا عدد الابر وحطيت 320. ليه 320؟ لان هو قال لي عدد الابر 320، يبقى 320 هتساوي، شلت العرض حطيت 50 اللي هو العرض بالسنتي على الماكينة في 2/5 عشان احول السنتي الى بوصة. في العدة ممكن اكتب العدة، ممكن اكتب الجوج، ممكن اكتب نمرة الماكينة. في 2 اللي هي عدد الاوجه. طيب انا عندي هنا كم مجهول؟ عندي مجهول واحد هو العدة، فجبت العدة في طرف، يبقى العدة في الطرف اليمين، وعملت طرفين في وسطين اللي هي طبقت معادلة الطرف الكامل فوق والطرف الناقص تحت. الطرف الكامل اللي هو ما فيهوش مجهول، هو ايه الطرف اللي ما فيهوش مجهول؟ ال 320 مضروبة في 5، يبقى 320 في 5 دي هتبقى فوق وتحت. تحت هنعمل ايه؟ هينزل لي ال 50 اللي هي عرض القماش، والاتنين اللي هي ثابت التحويل، والاتنين اللي هي عدد الاوجه، كل دول طبعا مضروبين في بعض. يبقى العدة تساوي 320 في 5 على ايه؟ على 50 في 2 في 2، وطلعت لي 10 8 انجليزي. خدي بالك 8 ممكن تتكتب جنبها اي، يعني اختصار لكلمة انجليزي، ممكن اكتب الكلمة كلها كلمة انجليزي. طيب نكمل مع بعض. ادي تمرين بيقول لي ايه؟ بيقول لي التمرين ده الاول نبقى عارفين رقمه. تمرين 4 صفحة 13 بيقول لي انتج مصنع عينة قماش تريكو عرضها 50 سنتي على ماكينة مستطيلة قماشها جرسي، وحدد لي هنا ان الجرسي ايه؟ وجه واحد. جرسي وجه واحد. طول الغرزة نص، يعني 1/2 سنتي، وطول الفتلة التي تشتغل سطر واحد 240 سنتي. المطلوب نمرة الماكينة. طيب لما انا قريت المسألة هنا بدأت احدد نوع القماشة جرسي وجه واحد، طول الغرزة نص، والمعلومة اللي عندي هي طول الفتلة التي تشتغل سطر واحد. طب هي المعلومة اللي عندي دي انا ليها قانون حافظاه؟ اه ليها قانون حافظاه. هو قانون ايه؟ طول الخيط لسطر واحد. طيب ادي قانون اهو، طول الخيط لسطر واحد بيساوي العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه. ناخد بالنا اول خطوات الحل عندي ان انا اخترت القانون الصح. يبقى انا قريت المساله لقيت معلومه عندي قال لي طول خيط لسطر واحد، يبقى انا على طول اوريدي اقوم مختاره قانون طول الخيط لسطر واحد. لقيت المعلومه عندي عدد الابر الشغاله، استخدم قانون عدد الابر الشغاله. لقيت المعلومه عندي الوزن، استخدم قانون الوزن. يبقى انا لازم اقرا المساله كويس جدا عشان اقدر احدد القانون اللي انا هبدا بيه، لان لو بدات بقانون غلط المساله لازم هتقف مني، يبقى انا لازم ابدا القانون صح. طب هو هنا قال لي قطعه قماش تريكو وقال لي طول الفتله لسطر واحد، معنى كلمه طول الفتله يعني طول الخيط لسطر واحد. على طول انا حافظه قانون طول الخيط لسطر واحد، كتبته اهو. طول الخيط لسطر واحد بيساوي العرض بالسنتي في 2 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه، كل ده تحت على 5. ناخد بالنا ال 2/5 دي هي تحويل السنتي الى بوصه. نكمل مع بعض. طيب هشيل هنا طول الخيط لسطر واحد بتاعي وهحط 240. ليه؟ لان هو قال لي طول الخيط لسطر واحد او طول الفتله لسطر واحد 240، وطالب طبعا تحديد النمره اللي هي نمره الماكينه. ادي العرض، يبقى العرض 50 في 2/5 في الجوج طبعا اللي انا عايزاه اللي هو العده، فعدد الاوجه هو ايه اللي وجه واحد، فضربت في واحد، في طول الغرزه 1/2 اللي هو نص، طول الغرزه
واحد على اتنين اللي هو نص. طيب، وطبعا جيت طلعت العده في طرف وعملت حاجه مهم فكروني بيها كده، اسمها ايه؟ المقص، اللي هي الطرف الكامل على الطرف الناقص. يبقى العده او الجوج او نمره المكنه هتساوي 240 في 5 في 2، وقسمنا على تحت، تحت قسمنا على ايه؟ 50 اللي هي عرض القماش في 2 اللي هي الثابت في 1 اللي هي عدد الاوجه في 1 اللي هي بتاعة النص بتاعة طول الغرزة، وحسبتها وطلعت 24 انجليزي. طبعا مسألة سهلة جدا، والمسألة في الباب ده ميزتها انها سهلة جدا وبتتحل في خطوة واحدة، وبيبقى في الامتحان عليها ما بين 10 و15 درجة. فطبعا لازم اكون حافظة القوانين كويس عشان اقدر اعوض، لانها مساله سهله ومباشره ما فيهاش اي حاجه، محتاجه بس ان انا ابقى حافظه الخمس قوانين بتوعي وحافظه الخمس مجاهيل وازاي اطلع كل مجهول لوحده. يبقى انا لازم اقرا المساله اشوف ايه المعلومه اللي عندي اللي انا ابدا القانون بتاعها. قال لي عدد الابر، يبقى انا هبدا بقانون عدد الابر، عدد الابر الشغاله طبعا. قال لي قانون طول الخيط، يبقى انا هبدا بقانون طول الخيط. قال لي الوزن، يبقى انا ببدا بقانون الوزن. يبقى حسب ما بيبدا يديني ببدا اشتغل. طيب نكمل مع بعض. ده تمرين 7 صفحة 14، بيقول لي مصنع طلب منه تنفيذ كوفية تريكو مصنوعة من خيط وولن. نوع الخامة هنا ايه؟ وولن. نفتكر كده بقى الأطوال، نمرته 35 على 2، عرضها 20 سنتي، وطولها 125 سنتي. عدد دورات السنتي بتاعتي 4 دورة. طب احنا هنقف كده دقيقة، 4 دورة دي يعني المكنة بتتحرك سطرين، يبقى المكنة لما الدورة بتاعتي في سطرين راحة ورجعت. هو هني قال لي عدد الدورات 4، طب وانا بشتغل في القانون بعدد الدورات، لأ انا بشتغل بعدد الاسطر. وتزن 1750 جرين، ومنفذة على وجهي الماكينة، وطول الغرزة 8 من 10 سنتي. المطلوب تحديد نمرة الماكينة. عايزين نبص في المسألة دي شوية كده ونركز عشان أقدر أطلع المعلومات اللي عندي فيها. أول حاجة قال لي خيط وولن، يبقى أنا عارفة إن الولن الطول الثابت بتاعه 256، لو كان قال لي ورستد كنت حطيت 560، لو قال لي كتان هحط 300، لو قال لي قطن أو حرير هحط 840. طيب قال لي هنا عدد دورات السنتي، وانا في القانون بتاعي عدد اسطر، وانا عندي دورة المكنة في سطرين راحت ورجعت، ووزنها 1750 جرين. نفتكر بقى كده جدول الموازين مع بعض، لما قلنا ان الرطل فيه كام جرين؟ ها حد يفكرني؟ 7000 جرين. الرطل كان فيه 7000 جرين. طب والاقية كان فيها قد ايه؟ الرطل فيه كام اقية؟ 16 اقية. طيب مديني بعد كده ان هي منفذة على وجهي الماكينة، وطول الغرزة 8 من 10، والمطلوب مني تحديد نمرة الماكينة. نكمل مع بعض. يبقى أنا هنا هختار قانون إيه؟ طبيعي اوريدي هختار قانون الوزن بالرطل. اشمعنى قانون الوزن بالرطل؟ ما اخترتش ليه قانون عدد الإبر؟ ما اخترتش ليه قانون طول الخيط لسطر واحد، ولا قانون طول الخيط للقطعة كلها؟ ما احنا اتفقنا، احنا بعد ما بنقرأ المسألة كويس المعلومة اللي في المسألة هي اللي بترشدني أنا هاخد إيه. هو هنا اداني معلومة الوزن بالجرين. أنا مش حافظة قانون وزن بالجرين، لكن أنا حافظة وهو مديني قانون الوزن بالرطل، اللي هو بيساوي إيه؟ العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجه في طول الغرزة في عدد أسطر السنتي في طول القماش بالسنتي على 100. عشان أقسم كل ده أحوله المتر، أضرب في 35 على 32 حولته لياردة، وقسمت تحت نمرة الخيط والطول الثابت. اشمعنى ده اللي انا خدته؟ لان هو قايل لي في المساله الوزن. طيب نبص كده مع بعض نشوف القانون بيقول لي ايه. اهو، يبقى الوزن بالرطل بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي في الارتفاع بالسنتي اللي هو طول القماش بالسنتي يعني على 100. عشان اقسم كل ده احوله المتر، هضرب في 35 على 32 عشان احول المتر لياردة، وتحت نمرة الخيط والطول الثابت. ده القانون اللي أنا لازم أكتبه وعليه طبعا درجات. طيب معلش يا باينة إنها كتيرة شوية، بس هي سهلة. كل اللي أنا عملته إن أنا شلت الوزن بالرطل وحطيت الـ 1750، ولأن بيقول لي الوزن بالرطل وأنا عارفة إن الرطل فيه 7000 جرين، فقسمت على 7000.
يبقى 1750 على 7000 هتساوي، شلت العرض حطيت 20، 2 على 5 هتنزل زي ما هي، العده هي اللي انا عايزاها او الجوج، طول الغرزه عندي 8 من 10، عدد الاوجه وجهين، عدد اسطر السنتي 8، ليه 8؟ ناقل لي 4 دوره. طب ما احنا اتفقنا انا عندي الدوره ب2 سطر، وانا القانون بتاعي بيقول لي عدد اسطر السنتي واداهالي 4، يبقى 2 في 4 8، يبقى عدد اسطر السنتي طلعت لي 8 في 125 اللي هو طول الكوفيه بتاعتي بالسنتي، قسمت على 100 ضربت في 35 على 32 عشان احول المتر للياردة، قسمت تحت نمره الخيط كانت 35 على 2 يعني 17 ونص، والطول الثابت عندي 256. كده انا كتبت القانون وعوضت، شلت كل كلمه وحطيت رقمها. امال العده الوحيده اللي ما اتشالتش، لان هي دي المجهول الوحيد في المساله. يبقى انا عندي القانون كله بيبقى متواجد ما عدا مجهول واحد. لو حضرتك او حضرتك حطيت قانون ولقيت عندك فيه اكتر من مجهول، يبقى طبيعي ان هو ما ينفعش، يبقى انت اخترت القانون الغلط. يبقى القانون لازم يكون فيه مجهول واحد بس. هجيب العده في طرف واعمل طرفين في وسطين، يبقى العده تساوي 1750 في 5 في 100 في 17 ونص في 32 في 256، اللي هو الطرف الكامل اللي تحت كله طلع لي فوق، وقسمته بقى على الطرف الناقص اللي هو المضروب في الزوج او العده، هو ايه؟ 7000 في 20. 7000 دي اللي هي تحويل من ايه بالظبط؟ ان انا عندي الجرين لرطل، لان انا عندي الواحد رطل فيه 7000 جرين، يبقى في 7000 تحت في 20 اللي هي عرض القماش في 2 اللي هي الاتنين على 5 في 2 تانية اللي هي عدد الأوجه، طول الغرزة عندي 8 من 10، عدد أسطر السنتي 8، وطول القماشة عندي 125 في 35 اللي هي ثابت التحويل، وطلعت لي 8 إنجليزي. مسألة سهلة حتى وإن بانت إنها طويلة، لكن بسيطة جدا وسهلة. أهم حاجة فيها إن أنا حددت النقاط الأساسية بتاعتي. لقيت أول حاجة خامة وولن، عرفت ان انا هستخدم الطول الثابت للولن وهو 256. قال لي وزن بجرين، عرفت على طول ان انا هستخدم ثابت التحويل اللي هو الواحد رطل فيه 7000 جرين. قال لي 4 دورات، دورات المكنه او دورات السنتي 4 دورات، وانا ما بشتغلش بالدوره، على طول ضربت في 2 عشان انا تحت في الورشه اوريدي شغاله ان الدوره في سطرين، فعشان كده ضربت في 8 عشان خاطر انا عندي 4 دورات في 2 فضربت في 8 يبقوا 8. يبقى انا كده حللت المساله واخترت القانون الصح اللي هو قانون الوزن، لان قال لي وتزن، قال لي كلمه وتزن، يبقى انا استخدمت قانون الوزن. بعد ما عوضت لقيت عندي مجهول واحد هو الجوج او العده، وبدام مجهول واحد يبقى سهل قوي ان انا اعوض في القانون، اعمل طرفين في وسطين واطلع الناتج. دي كانت اول حاجه عندنا في ايجاد المجهول بتاعي اللي هي نمره المكن. نكمل مع بعض. هناخد تاني حاجه، ثانيا حساب طول الغرزة. طب هو احنا هنا هنستخدم قوانين تانية؟ لا، هي نفس الخمس قوانين بتوعي. اول حاجة عندي بيقول لي تمرين 1 صفحة 16، انتج مصنع تريكو قطعة قماش عرضها 50 سنتي على ماكينة مستطيلة جيرسي، يعني قال لي هنا ان نوع القماشة جيرسي، وطول الخيط لسطر واحد 240 سنتي، ونمرة الماكينة هنا اداني النمرة اهو، نمرة الماكينة 12 انجليزي. المطلوب ايجاد طول الغرزة، هنا هو اداني نمرة المكنة، لان المجهول عندي كان ايه؟ كان رقم 2 اللي هو ايجاد طول الغرزة. ايجاد طول الغرزة، طب انهي قانون اللي انا هستخدمه؟ هقرا المساله، لقيت عندي ايه؟ قال لي طول الخيط لسطر واحد، يبقى المجهول عندي هو مين؟ ها، اللي انا هقدر استخدم له القانون بتاعه، طول الخيط لسطر واحد هو ده اللي انا هقدر استخدم له القانون بتاعه. يبقى طول الخيط لسطر واحد بيساوي العرض بالسنتي اللي هو العرض على المكنه زي ما اتفقنا في 2 في الجوج بتاعي اللي هي النمرة أو العدة اللي هي نمرة المكنة، في عدد الأوجه، في طول الغرزة اللي أنا عايزاه،
كل ده مقسوم على 5، يبقى العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجه في طول الغرزة، ده قانون طول الخيط لسطر واحد. طب اشمعنى القانون ده اللي انا استخدمته؟ لان هو اداهالي معلومة في قلب المسألة. نكملها، هشيل طول الخيط لسطر واحد اهي، وحطيت 240، يبقى 240 هتساوي العرض عندي 50 في 2 على 5 اللي هي ثابت التحويل، الجوج 12، وطول الغرزة هو ده المجهول عندي، وعدد الأوجه واحد. طه دي اللي هي اختصار لطول الغرزة أو متوسط طول الغرزة، لأن في بعض المسائل هيجي يقول لي متوسط طول الغرزة، فأنتوا تبقوا عارفين إن طول الغرزة هي متوسط طول الغرزة. يبقى أنا اخترت القانون الصح من المسألة، المسألة هي اللي قالت لي طول الخيط لسطر واحد. على طول اخترت القانون وكتبته، طول الخيط لسطر واحد بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجه في طول الغرزة. هنا كله معلوم ما عدا طول الغرزة، عملت طرفين في وسطين، طلعت طول الغرزة بره وضربت الطرف الكامل على الطرف الناقص بعد ما شلت كل كلمة وعوضت برقمها أهو. يبقى طه تساوي 240 في 5، وقسمت تحت 50 في 2 في 12 في 1، وطلعت لي 1 سنتي. يبقى دي انا كده جبت طول الغرزة. يبقى احنا خدنا عندي النهاردة، خدنا في ايجاد المجهول قلنا ان احنا عندنا 5 مجاهيل. ايه هما ال5 مجاهيل بتوعي؟ عندي اول حاجة ايجاد نمرة المكنة او الجوج بتاعي او العدة، خدنا كمان ايجاد طول الغرزة، عندنا تالت حاجة ايجاد العرض، وايجاد عدد الاسطر، وايجاد طول القماش. دول ال5 مجاهيل، واتفقنا ان احنا ليهم 5 قوانين. ايه هما ال5 قوانين بتوعي؟ القانون الاولاني قانون عدد الابر الشغالة بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه. القانون الثاني طول الخيط لسطر واحد اللي هو بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزة. القانون الثالث العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه، وضفنا له كمان عدد اسطر سنتي لان هو طول الخيط لايه؟ الارتفاع 1 سنتي. اخر قانون عندي في الاطوال هو قانون طول الخيط للقطعه كلها بالمتر، اللي هو العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي في طول القماشه عندي بالسنتي، وبقسم على 100 عشان تبقى بالمتر. ولو انا عايزاها بالياردة بضيف كمان في 35 على 32 اللي هي ثابت التحويل. اخر قانون عندي خدناه هو قانون الوزن بالرطل، وقلت القانون ده مهم جدا لازم يتحفظ كويس جدا مع انه كبير بس سهل، بيشمل كل النقط اللي موجودة عندنا في المسألة. يبقى بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزة في عدد اسطر السنتي في طول القماش بالسنتي، كل ده مقسوم على 100 في 35 على 32 في نمرة الخيط في الطول الثابت. وخدنا كمان عندنا الخامات بتاعتي، قلت عند قطن، حرير، فبران، فيسكوز، الطول الثابت بتاعهم 840 ياردة، لأن دول أساس عندي لازم أبقى حافظاهم كويس. عندي الكتان 300 ياردة، عندي الصوف من نوعين الورستد والولن، الورستد 560 والولن 256. عندي الكتان قلت 300، يبقى معنى كده حسب نوع الخام انا بستخدم الطول الثابت بتاعها. عندي كمان جدول الموازين، قلت ان الواحد رطل فيه 7000 جرين، قلت ان الواحد رطل فيه 16 اوكي، الواحد رطل فيه 256 ديرام بالدال، والواحد رطل فيه 453 و6 من 10 جرام، وقلت لما اجي احول من متر لياردة بضرب في 35 على 32. دي كلها اللي انا قلته ده كله ثوابت المقايسات اللي ما بتتغيرش، واخدينها من سنة تانية وبتكملها معانا في سنة تالتة، فهي ثابتة ما بتتغيرش. محدش يقول منهج سنة تانية خلص خلاص ما نرجعلوش، لا، ده سنة تالتة أساس لسنة تانية، كل الثوابت اللي احنا شغالين بيها في سنة تانية مكملين بيها سنة تالتة. وقلنا ان احنا بداية بابنا عن المجاهيل، وخلصنا نمرة الماكينة وخدنا طول الغرز. طب نبص كده مع بعض ونشوف التمرين اللي قدامنا ده، يا ريت نكتب التمارين ديت عشان تبدأوا انتوا اللي تحلوها وتبعتوا لنا الحل بتاعها على قناتنا على اليوتيوب. بيقول لي قطعة من قماش التريكو مصنوعة من الولن رقم 70. رقم 70 دي مربعة الشكل. يعني ايه مربعة الشكل؟ معنى كلمة مربعة
يعني عدد الاضلاع بتاعتها متساويه، الاربع اضلاع قد بعض. يعني ايه قد بعض؟ يعني العرض زي الطول. يعني لو قلت القماشه عرضها 100 يبقى ارتفاعها 100، لو قلت عرضها 80 يبقى ارتفاعها 80. مساحتها، مساحه المربع بقى، ما احنا قلنا ان هي مربعه، مساحتها كام؟ 2400 سنتي. مساحتها 2400 سنتي مربع. وزنها 2 اوقية. ناخد بالنا 2 اوقية ديت، واحنا قايلين ان الواحد رطل فيه كام ايه؟ اوقية. وعدد دورات السنتي 4 دورة. عدد دورات السنتي 4 دورة. وطول الخيط للغرزة 5 من 10 سنتي. ومنفذة على الوجهين. المطلوب نمرة المكنة. نبص كده للمسألة كده نحللها مع بعض. انهي قانون انا هستخدمه الاول؟ ايوه، قانون الوزن بالرطل، اللي هو الوزن بالرطل بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي في طول القماش بالسنتي على 100 في 35 على 32 وتحت نمره الخيط في الطول الثابت. بس لما جيت اعوض هنا في المساله دي نبص لها كده كويس، ما لقيتش عرض. اول كلمه عندي في القانون هي العرض بالسنتي، وما لقيتش عندي طول. يبقى انا دلوقتي بقى عندي كم مجهول؟ 3. عندي العرض بالسنتي مجهول، وعندي الطول بالسنتي مجهول، وعندي كمان نمرة المكنة مجهولة. نقف هنا دقيقة. هو احنا عندنا اتفقنا ان انا عندي ممكن استخدم القانون وفي اكتر من مجهول؟ طبعا لا، احنا اتفقنا من البداية. هتقولوا لي يا مس ما انت قلتي كل قانون لازم يبقى فيه مجهول واحد بس. يبقى ازاي دي؟ العرض مجهول والطول مجهول ونمرة المكنة مجهول. هو عايز النمرة، يبقى لازم اشوف طريقة اجيب بيها العرض والطول. هجيب العرض والطول ازاي؟ هبص في المسألة تاني واغربلها، اكيد مديني معلومة. ايه هي المعلومة اللي مدهاني؟ ايوه، لقيته قال لي انها ايه؟ نبص كده في المسألة، قال لي انها مربعة ومساحتها، مساحتها 2400 سنتيمتر مربع. يبقى طبيعي اول ما اعمل الجذر التربيعي لل 2400 دي هتطلع لي الطول بتاعي اللي هي 80. يبقى انا هنا طلعت العرض وطلعت الطول من قبل ما اطبق القانون. يبقى اول ما يقول لي مربع ومساحته على طول، لان معروف ان المساحه الضلع الدرع في نفسه، يبقى طبيعي بعمل الجذر التربيعي للرقم اللي هو مدهوني. من الجذر التربيعي ده ببدا اطلع العرض والطول وابدا اشتغل المساله. يبقى انا هعمل هنا اول ما قال لي كلمه مربعه قلت هعمل ايه؟ ايوه، هعمل الجذر التربيعي ل 2400 هتطلع لي 80 سنتي. يبقى انا كده جبت العرض وجبت الطول. بقى مجهول واحد عندي هو اللي في القانون، هو مين؟ تمام، هو العده او نمره الماكينه. بس ناخد بالنا هو مديني هنا الوزن بايه؟ بالاوقيه، فلازم نقسم على 16. يبقى لازم في الاول اقسم الوزن على 16. ومديني كمان عدد الدورات 4 دوره، واحنا اتفقنا ان دوره المكنه في سطرين، يبقى لازم اضرب الاربعه دي في 2 عشان تديني 8 اسطر. نبص كده للمساله. يبقى قال لي قطعه من قماش التريكو مصنوعه من الولن رقم 70، هي مربعه الشكل، وقال لي مساحتها 2400 سنتي مربع، وتزن 2 اوقيه، وعدد دورات السنتي 4 دوره، وطول الخيط للغرزه 5 من 10 سنتي، ومنفذه من الوجهين، وطالب نمره الماكينه. يبقى احنا كده خلاص مساحتها دي عملنا الجذر التربيعي بتاعها، جبنا العرض والطول، حطينا تحت الاثنين اللي هي الوزن 16 عشان انا الوزن بالرطل ودي باوقيه، وضربنا الاربعه في 2 خليناها 8 سطر لكل سنتي. انا كده حليت معاكم المساله، محتاجه بس ان انتوا تكتبوا القانون وتبداوا تعوضوا وتطلعوا لي الناتج وتبعتوا لي قولوا لي الناتج طلع ايه. يعني اكتبوا القانون عوضوا واحسبوها وقولوا لي الناتج هيطلع ايه واكتبوها لي، وانا هقول لكم اذا كانت الخطوات صح ولا غلط. طيب ناخد حاجه تانيه. تمرين 2 بيقول لي تم تشغيل قطعه قماش تريكو بعرض 75 سنتي وطولها مجهول. يبقى هنا ايجاد المجهول عندي كان مين؟ هو ايه؟ الطول، طول القطعه. والتشغيل من الوجهين، التشغيل من الوجهين، والجوج بتاعه 12 انجليزي، الجوج 12 انجليزي، وطول الغرزه 5 من 10 سنتي، طول الغرزه 5 من 10 سنتي، وعدد اسطر السنتي 8، وطول الخيط للقطعه كلها 3150 ياردة. اوجد طول القماش. طيب نبص للمسألة كده ونطلع ورقة وقلم وقول لي بسرعة هناخد انهي قانون. طبعا هنا هناخد قانون طول الخيط للقطعة كلها، ولكن ليس بالمتر، ده القانون القطعة بالقطعة بالايه؟ بالياردة،
فعشان كده هضرب في 35 على 32. طب هو هنا المجهول مين؟ هنا المجهول الطول. طب هو في مشكلة؟ لا ما فيهوش مشكلة، يبقى انا هاخد انهي قانون؟ قانون طول الخيط للقطعة كلها، اللي هو بيساوي ايه؟ العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزة في عدد اسطر السنتي في طول القماش بالسنتي بقسم على 100، وهضرب في 35 على 32 عشان احول المتر اليارد. هشيل العرض واحط ال 75، هشيل احط ال 2 على 5، هشيل الجوج او العده واحط 12، وعدد الاوجه هحط وجهين، طول الغرزه 5 من 10، عدد اسطر السنتي 8، وهقسم على 100، هضرب في 35 على 32 عندي، وبعد كده هضرب طول القطعه بتاعتي، هقسم طرفين في وسطين وهشوف تطلع لي كام. يبقى انا كده جبت طول القماش، لان هو المجهول عندي هو طول القماش بتاعي. يبقى انا عرفت ايه المجهول، عرفت ايه القانون، استخدمت قانون ايه؟ طول الخيط للقطعه كلها، بس ضربت في 35 على 32 عشان احول المتر الى يارد. طيب ناخد واحده كمان. هنا طالب العرض، طالب عرض القماش. تمرين 2 ده صفحه 19 بيقول لي قطعة قماش تريكو جيرسي، قطعة قماش تريكو جيرسي طالب منها ايه؟ بيقول لي تنفيذها على ماكينة مستطيلة، جوج 10 انجليزي، وطول الخيط لسطر واحد 134.4 سنتي، ومتوسط طول الغرزة 7 من 10 سنتي، وطالب عرض القماش. ادي مجهول كمان اهو، اللي هو ايجاد عرض القماش. يبقى احنا خدنا ازاي نجيب نمرة المكنة، ازاي نجيب طول الغرزة، ازاي نجيب طول القماش، وادي اهي واحدة كمان ازاي نجيب عرض القماش. طيب اول حاجة هستخدمها هو قانون ايه؟ نبص كده للمسألة، ايوة قانون طول الخيط لسطر واحد، لان هو ده المعلومة اللي عندي. طول الخيط لسطر واحد بيساوي اللي هو 134.4 سنتي. طب القانون بتاعها بيساوي ايه؟ العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه. جيت اعوض، يعني هشيل كل كلمه واحط رقمها، العرض مش هلاقي ليه رقم لان هو ده اللي انا عايزاه، يبقى هينزل زي ما هو. ال 2 على 5 هتنزل، الجوج هشيله واحط 10، وعدد الاوجه بما ان هو ما قاليش حاجه يبقى جيرسي تبقى وجه واحد، وطول الغرزه 7 من 10، بعمل طرفين في وسطين وبطلع العرض في طرف. يبقى احنا كده خلصنا الباب الاول كله. الباب الاول عندي شمل الخمس مجاهيل، ايجاد نمرة الماكينة، وايجاد طول الغرزة، ايجاد العرض بالسنتي، ايجاد طول القماشة او عدد الاسطر. واتفقنا ان احنا خمس مجاهيل اللي احنا شغالين بيهم هم ليهم نفس الخمس قوانين، قانون عدد الابر الشغالة، قانون طول الخيط لسطر واحد، قانون طول الخيط لارتفاع 1 سنتي، وقانون طول الوزن طول الخيط للقطعة كلها، وقانون الوزن. ايا كان المجهول اللي عندي انا بشوف ايه المعلومة اللي عندي في المسألة وببدأ احطها. وهنبدأ مع بعض. يبقى احنا كده خلصنا من الباب الاول كله، سهل وبسيط. يا ريت لو في اي استفسار ترجعوا لي. ادي الباب الثاني اللي هو ايجاد تكاليف الانتاج على الماكينات المستطيلة. الباب ده عندي بيشمل حاجتين، اول حاجة زمن تشغيل. يعني ايه زمن تشغيل؟ يعني مدة زمنية، يعني عدد ايام، يعني عايز يعرف الانتاج هيتم لي في كام يوم. لا ده مش الباب ده بس، لا ده مش الجزئية دي بس، لا ده في جزئية كمان تكاليف الانتاج. يبقى الباب الاولاني اللي احنا خلصناه كان باب سهل وبسيط، مش محتاج مننا اي وقت وما فيهوش افكار، محتاج ان احنا بس نبقى حافظين الخمس قوانين وعارفين ازاي بنطبق بيه. طب والباب التاني هو اللي بنبدأ بيه تكاليف الانتاج. تكاليف الانتاج ده هياخد مننا وقت طويل جدا، لان كل المسائل بتاعته مهمة، والكتاب بتاعنا بيبقى مليان مسائل ومليان افكار. كل مرة وكل حلقة مع بعض هناخد مجموعة من الافكار. ليه؟ لان دايما الامتحان بيجيلي من افكار الكتاب، ما بيخرجش عن افكار الكتاب. يبقى انا لازم احل مسائل الكتاب كلها، مفيش ولا مسألة تتساب. يعني معنى كده مفيش ولا مرجع خارجي ولا مذكرات ولا اي حاجة، هو كتاب المدرسة هو الاساس عندي في مادة المقايسات. ليه؟ لان شامل كل الافكار، ومن الافكار دي بنجيب الامتحان. عندي تكاليف الانتاج الخاصة بالباب الثاني مقسومة لحاجتين، زمن تشغيل وتكاليف واجور. ايه زمن التشغيل؟
زمن التشغيل الخاص بعدد الأيام داخل المصنع، عدد ماكينات، ده المقصود بيه زمن التشغيل. طب وإيه تكاليف الإنتاج؟ تكاليف الإنتاج دي المقصود بيها تمن البيع بعد إضافة الأرباح. عشان أجيب تكاليف إنتاج لازم أجيب أجور، لازم أجيب تمن خامات، أجور تشغيل عمال، أجور تفصيل، أجور كي، أجور تغليف، وكمان عندي المصاريف الغير مباشرة. إيه هي المصاريف الغير مباشرة؟ اللي هي بيتم صرفها لاستكمال المنتج. إيه برضو إيه هي المصاريف المباشرة؟ وضحوها لي أكتر. اللي هي المصاريف زي إيه؟ زي فلوس المية، فلوس كهربا، فلوس صيانة، دي اسمها مصاريف غير مباشرة. يبقى أنا بجمع كل ده وبجيب التكلفة وتمن البيع، وكمان لازم أضيف ربح، يبقى لازم أجيب إيه؟ ثمن البيع بعد إضافة الأرباح. طيب هنبدأ مع بعض أول جزئية اللي هي زمن التشغيل، وعايزين ناخد فكرة عن القوانين بتاعتها. نبدأ مع بعض. أول حاجة عدد الأيام. عدد الأيام دي المقصود بيها هي المدة الزمنية. عدد الأيام المقصود بيها هي المدة الزمنية اللي هي بتساوي الإنتاج الكلي اللي هو لازم يكون مدهوني في المسألة، ولازم اللي فوق يبقى زي اللي تحت. يعني إيه اللي فوق زي اللي تحت؟ يعني لازم يقول لي الإنتاج الكلي اللي فوق يبقى متر، يبقى الإنتاج اليومي هيبقى برضه متر. قال لي الإنتاج الكلي بالأرطال، يبقى لازم الانتاج اليومي بالارطال. قال لي الانتاج الكلي قطع، يعني 100 بلوزه، 200 بلوزه، 300 بلوزه، يبقى لازم الانتاج اليومي برضه هيبقى قطع. يبقى عدد الايام اللي هي المده الزمنيه بتساوي الانتاج الكلي على الانتاج اليومي. الانتاج الكلي على الانتاج اليومي. طب الانتاج الكلي ده لازم هو اللي يبقى مدهوني، يعني لازم يقول لي في المساله مطلوب انتاج كميه كذا. طب امال الانتاج اليومي ده انا اجيبه ازاي؟ ايوه ادي القانون بتاعه اهو. الانتاج اليومي بالمتر يساوي السرعه لكل دقيقه، وناخد بالنا قوي السرعه لكل دقيقه، عشان كده ضربت في 60. ليه ضربت في 60؟ عشان انا عندي السرعه فيها الساعه فيها 60 دقيقه، فانا عايز اجيب السرعه في الساعه عشان عندي عدد ساعات العمل بالساعه. هو احنا في المصنع بنشتغل بالساعه ولا بالدقيقه؟ طبيعي بنشتغل بالساعه. عشان عندي عدد ساعات العمل بالساعة، فعلشان كده ضربت في 60. يبقى السرعة لكل دقيقة في 60 في عدد ساعات العمل. عدد ساعات العمل حسب ما انا شغالة 8 ساعات 10 ساعات. ولو انا عندي ورديات، يعني هو لو قال لي في المسألة كمان في عدد ورديات، بضيف عدد الورديات في عدد الماكينات على عدد اسطر السنتي في 100، على عدد اسطر السنتي في 100. يبقى تاني عدد الأيام بتساوي الإنتاج الكلي على الإنتاج اليومي، واتفقنا إن اللي فوق لازم يبقى زي اللي تحت. الإنتاج اليومي بالمتر بيساوي السرعة لكل دقيقة في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات في وتحت عدد أسطر السنتي في 100. نكمل مع بعض. عدد الماكينات، يعني يجي يقول لي المصنع ده فيه كم مكنة، عايز يعرف كم مكنة شغالة. يبقى عدد الماكينات هيساوي الانتاج اليومي على انتاج الماكينه الواحده. الانتاج اليومي على انتاج الماكينه الواحده. يبقى اول حاجه خدناها قانون عدد الايام. عدد الايام، عدد الايام ده المقصود به هي المده الزمنيه. عدد الايام بيساوي ايه؟ الانتاج الكلي على الانتاج اليومي. واتفقنا ان اللي فوق لازم يبقى زي اللي تحت، يعني لو قال لي الانتاج الكلي بالمتر يبقى لازم الانتاج اليومي يبقى بالمتر. قال الانتاج الكلي بالرطل يبقى لازم الانتاج اليومي بالرطل. قال الانتاج الكلي عدد قطع يبقى لازم الانتاج اليومي برضو عدد قطع. طب الانتاج الكلي هو اوريدي بيبقى مدهولي، يبقى الانتاج اليومي هجيبه ازاي؟ هجيبه عن طريق قانون السرعه. يبقى السرعه لكل دقيقه في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات على عدد اسطر السنتي في 100. يبقى انا كده جبت انتاج اليومي بالمتر. طب القانون الثالث هو قانون عدد الماكينات اللي بيساوي الانتاج اليومي على انتاج الماكينه الواحده. يبقى احنا كده خدنا ثلاث قوانين خاصين بزمن التشغيل. يبقى احنا عشان وقتنا كده قرب ينتهي هناخد مراجعه كده سريعه على اللي احنا خدناه. خدنا الباب الاول بايجاد المجهول بتاعه الخمس مجاهيل، ايجاد نمره الماكينه، ايجاد طول الغرزه، وايجاد العرض، العرض بالسنتي، وايجاد طول القماش بالسنتي، وايجاد عدد الاسطر. ده كان الباب الأول وخدنا له خمس قوانين: قانون عدد الإبر الشغالة، قانون طول الخيط لسطر واحد، وطول الخيط لارتفاع 1 سنتي،
قلت له الخيط للقطعة كلها وقانون للوزن، وقلت لازم اختار القانون الصح من المسألة، عن طريقها ببدأ اعوض واحل. وبدأنا الباب التاني، قلت ان احنا هناخد فكرة عنه بس النهاردة، هناخد جزء من قوانينه وان شاء الله هنكمله في حلقات قادمة. خدنا اول حاجة زمن التشغيل، خدنا قانون المدة الزمنية او عدد الايام، وخدنا قانون الانتاج اليومي، وخدنا قانون عدد الماكينات. بكده نبقى خدنا الباب الاولاني خلصناه، وبدأنا فعلا اوريدي في الباب التاني. اتمنى طبعا ليكم ان انتوا تكونوا استفدتوا معايا، اتمنى ان يبقى في تواصل، انا عايزه يبقى في حلقه وصل دايما ما بيننا. ابعتوا لي دايما باسئلتكم واستفساراتكم، وان شاء الله هكون متواجده انا وفريق العمل كله للرد على اسئلتكم. في نهايه حلقتنا بشكركم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معايا، اشكر فريق الاعداد اللي بصراحه بيتعب معانا كلنا، اشكركم كلكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.